ده 5100 و200 و300 و400 و500 5500 جنيه. واو. ده ايراد السنترال المده دي. الحمد لله. احمدك يا رب احمدك يا رب. ايه ده انت بقيت عندك فلوسات كتير عشان تصرفها علينا؟ الحمد لله الحمد لله ان ربنا فكها عليك وفك نحسك. انا مش مصدقه انك مسكت الشغلانه بتجيب فلوس. بقى انت عادل اخويا انت عادل اخويا مش مصدقه. حد يرقصني في ركبتي. اهو القر بتاعك ده يا سناء اللي هيخلي مفيش ولا زبون يدخل عندي، وخصوصا بعد ما الواد اللي اسمه فؤاد الحبيب ده اللي طلع عليا اشاعه ان انا بعلق البنات من العيال الحبيبه. انت بتتكلم ازاي عاد؟ هي حصلت كمان تعلق بنات؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، باظت الدنيا خلاص. ايه ده انت كنت فين؟ سمعتيني ازاي؟ سمعتك ازاي؟ بودني عادي بودني. انا ما كنتش معلق بنات، ده هي مره واحده بس يعني. مره واحده بس يا بيه؟ امال انت عايز كم مره يعني؟ انا مش عايز صراحه يعني، وانا عمري علقت بنات. انا ما فيش غير اختك لما اتجوزتها، دي اول واحده كنت اعرفها في حياتي يعني، ده انا حتى كنتش اعرف ماما يعني. وبعدين انا اعمل ايه اذا كانوا هم البنات اللي بيحبوني؟ اعمل ايه؟ طبعا يا حبيبي لازم يحبوك ويعجبوا بيك. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. بس حقيقي بجد والله يعني غصب عني، وضايقه مره وعدت وخلاص مش هيحصل يعني يا رانيا. عادل عادل اعترف، لان المسدس في صرصور ودنك ولعلمك لو ما اعترفتش بالذوق في اسمع هتتلدع قلم تقول الحقيقه. والله يا رانيا انا ما عملت حاجه. والله انت مش مصدقاني، مش مصدقه جوزك حبيبك. معقوله يا رانيا بعد العشره دي كلها وبعد العمر ده كله وبعد ياسمين بنتنا جايه بعد ده كله تشك فيا انا؟ معقوله؟ معقوله يا رانيا؟ خلاص خلاص يا عادل، خلاص يا عادل، سحبت عليها قطعت قلبي. خلاص يا بيبي بص انا هسامحك بس بشرط يا بيبي، الفلوس اللي انت كسبتها على قلبك قد كده دي قد كده تجيب لي بيها هديه بسيطه جدا، كولي الماس، خاتم الماس، ساعه الماس، تاج الماس. دي بسيطه؟ كل دي بسيطه؟ والماس والماس والماس، ده هي الماسه واحده منهم ده؟ الفلوس دي ما تكفيهاش يا ماما. انتوا اي كلام بتقوليه؟ رد على التليفون. رد يا حبيبي ده الباب. انت خلاص ما بقتش فرق ما بين التليفون والباب؟ ايه معلش، موضوع السنترال ده اصلي خلى دماغي طول الوقت على التليفونات يعني تليفون الباب. طيب انا هروح جرس الباب مش تليفون الباب، انا هروح ارد على الباب. حاضر.